الجثث طبعا ما كلكم باعوا، بس الجثث، بس الجثث باعوا، ولا حد مهتم ولا حد دار بال ولا ابد. اعطيهم فلوس يمشون الجثه، ماكو فلوس ما تمشي جثه. طبعا هاي الجثه ما رايت ضاعوها للجثه، هاي مره صار لها اكثر من 3 ساعات مشموره، وهاي هم جثه مره زين ضاعت ثلاجه. شوفوها طبعا هذا تصوير حي زين، شوفوها بس ضاعوا الجثث. وينها رحمة الله يا بشر يا بشر، الله دا يختبر. شوفوا حاليا طبعا هاي بالنعمان، هذا حال الجثث مشموره بالباب، ما حد له علاقه بها، يقتلها الحار يقتلها الخيشه. شوفون هاي احد الجثث مشموره بباب الثلاجه مع مستشفى النعمان باع الوضع. شوفون هذا الوضع التعبان، شوفوا حتى تقولون.